طيار. شكرا معلم. تمام يا انسه صفيا، الشيخ مظبوط. ايه مش واثقه فيا ولا ايه؟ لا العفو يا معلم، انا بس لازم اوريه للاستاذ سامح عشان لو في غلطه ولا حاجه يصلحها. وحتى لو في غلط، واحنا هناخد المخزن ونطير لمؤاخذه، المعلم حنفي ما ياكلش حق حد ابدا. وانت مالك انت يا واد بتتحشر في الكلام ليه؟ لما المعلمين الكبار يتكلموا انت تسكت خالص. مؤاخذه يا معلمه. اسكت انت خالص يا حليمه. حاضر يا معلم. الا المعلمه كيدهم ما جاتش معاك ليه يا معلم؟ في مساله البيع والشراء دي الكلمه كلمتي والشرطه شرطي. انا هنا اللي اقول، وبعدين هي هتيجي تعمل ايه؟ امضي يا انسه صفيه. ولا عادي تاني بعد اذنك؟ نمضي العقود يا معلم. اتفضل، دي النسخة بتاعت سعادتك. ونسخة حضرتك معايا ان شاء الله بكرة الصبح اروح الشهر العقاري عشان اسجلها. مبروك يا معلم. الله يبارك فيكي. امال الواد فؤاد فين؟ المفروض كان يجي، معرفش ما جاش ليه. يعني ادي انت وهو مش لاقيين البضاعة. ما البضاعة تكون راحت فين؟ معرفش يا معلمي، ده انا شايفها بعناية تحت الشوالة دي. دور تاني يا معلم، يمكن في مكان سري ولا حاجة. يا عم مكان سري ايه؟ احنا دورنا في المخزن حتة حتة. يبقى انت قالك انت اللي سرقت البضاعه لما جيت قبل كده. انا برضك يا معلمي، انا مد ايدي على حاجتكو، ده انا راح مكتفي من خيركو. امال هتكون راحت فين؟ بس يبقى البت دي لبستني السلطانيه. تقول انا مش مهم البس السلطانيه تاج الجزيره؟ ده المعلمه كيده مقبلها ايه؟ مبروك ايه وزفت ايه بس يا يوسف؟ ده انا بلف حوالين نفسي. أنا عايزة أعرف إزاي البضاعة دي اتاخدت من المخزن؟ ومين اللي خدها؟ يكونوش هما اللي دخلوا المخزن وسرقوا البضاعة عشان يضمنوا حقهم؟ أمال مين اللي عمل كده؟ مرحبا بالمعلم هاب. اهلا 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 فؤاد. ازيك يا معلمة؟ ازيك يا معلم؟ الحمد لله. جاهز انت؟ جاهز كده؟ انا جاهز. المعلم هاب دايما جاهز. احبك وانت جاهز. اتفضل يا حبيبي. مؤاخذة بس، طل طل كده. طل امال ايه؟ ايه رايك؟ تمام 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 يا معلم. يلا بالصلاه على النبي. يلا ربنا يحرس طريقك. اخر عمالك السودا بقى بنت زي دي، لا راحت ولا جت، تلعب بالمعلم الكوره وتدخله في حيطه. عليا النعمه من نعمه ربي، انا ممكن اخش فيها اللومان. بقول لك يا كيداهم، الموضوع ده يخصني انا، وانا اللي عاقد بطاري طارق. ما انا سيبتك لما غريت يا اخويا، جت تقول لي اخد طارق؟ اهو ده اللي انت شاطر فيه. اوه كفايه بقى، ارحميني انا اللي فيا مكفيني. والله انا خايفه عليك، لا تيجي تاخد طارق، تاخد لك قلم تاني. حكم البت دي بقيت انت وهي عاملين زي عنتر ولبلب. وانا لبلب؟ لا عنتر. على هم الفلوس دي فلوسي وانا اللي هرجعها. خلاص يا حبيبي براحتك، سيبنا من اللي فات خلينا في اللي جاي. الا قولي بقى، عملت ايه بفرن ابو فريخ؟ لا مش ناوي ادخل المزاد، الموضوع ده ضلعني وما معيش سيوله. ما معكش سيولة؟ طبعا، ما هو يجي الحاجة لغاية عندي انا
ويبقى ما معكش سيولة والبخل يشتغل والفلوس مكومة على قلبك قد كده. يا راجل ده احنا دافنينه سوا يا حبيبي. في ايه؟ بقولك ايه، عايزة تخش المزاد تخشي بفلوسك انت. طبعا ادخل بفلوس، ما تخدش ليه؟ بدل المصايب اللي عمالة تنزل على دماغنا واحدة ورا التانية، على الاقل نعوض لنا ارنب ولا اتنين. لكن قول لي هنا صحيح، تعال، البنت صافية دي لو هي فعلا خدت الحشيش من المغزى يبقى ليها في الصنف، ما كنش كانت بتشتغل مع المعلم عدوي ألف رحمة ونور عليه قبل ما يموت؟ البضاعة هتنزل الشارع وساعتها هنتأكد. طب والواد فؤاد كلمته؟ كلمني وعايز يجي للفيلا ليه؟ عشان ياخد عمولته. خدوا ربنا ولا ياكش قطر ياكله، جاي ياخد عمولة على ايه؟ على خراب بيوتنا؟ قولوا كده بقى، يعني انتوا عاملين عليا الفيلم ده عشان لما مؤاخذة في الاخر تشفطوا عرقي. عرقك ايه يا واد يا ددرون انت؟ ما تقف مع وجهي قاعد وتتكلم عادل، انت لازم تكلم مين؟ من امتى المعلمة كده وكلت حق حد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، معلش يا معلمة اصل انا شفت بعيني، ما حدش قال لي. الله، تكون راحت فين البضاعة يعني؟ ما تسأل المحروسة اللي مشغلاك، امال يعني مين اللي خد؟ لا يا معلمة، صافية دي لا تعرف حاجة عن الصنف ولا تفهم فيه خالص. بيتهيألك ده هي الصنف بذات، امال مين يعني اللي خد البضاعة؟ يمكن الأرض اتشقت وولعتها. الله، معقولة دي؟ تكون البنت صافية طول الوقت ده سايقة الهبل على الشيطانة وهي اللي لهفت البضاعة؟ طبعا ده هي الشيطان بذاته، امال يعني مين اللي خد البضاعة؟ تلاش يا فوش، تلاش، لما البضاعة تنزل السوق هنعرف مين اللي خدها. طب وانت لما مؤاخذة يعني هتعرف ازاي يا معلم؟ الله، ما انا قلت لك يا واد قبل كده تقف موجود تكلم عادل، انت بتكلم المعلم حانفي على سنة ورمح، عارف الكفت بذاته، قول له يا معلم. ايوه، الكفت ده لعبتها كيده. لعلمك كل تجار المخدرات حبايبي، ولما البضاعة تنزل السوق هعرف مين. بص بقى يا معلم، المهم عندي انا، عمولتي تجيلي لما مؤاخذة. هتاخدها على دار مليم، بس الاول تيجي البضاعة. شاسك بقى التفاني يا فؤاد، غطسان بقالك يومين، ده انت حتى يوم بيع المخزن ما جيتش. معلش يا صافي، الراجل صاحب البيت عامل لي مشاكل. ليه يا اخويا كفالة الشر؟ جاي له زبون وعايز يدفع الطاقة اتنين، وطبعا عايز يخرجني من الشقة. ولا يهمك، من بكرة تنزل تأجر اجدعها شقة، وان كان على الفلوس ما تحملش هم. جرايا يا صافي، تعرفي عن فؤاد زعتر برضو انه ممكن يعيش عليها في واحدة ست ولا ايه؟ اخس عليك يا فؤاد، احنا برضو في بيننا الكلام ده؟ خلاص اعتبرهم سلف. لا يا ستي، ماليش في السلف انا، على رأي المثل السلف تلف. طب قولي هتعمل ايه؟ ولا حاجة، ما تشغليش بالك، الحمد لله ربنا بيدبرها. بس انا كان في سؤال عايز اساله لك من فترة. اسأل يا اخويا. خير؟ هو انت ليه امنت على الفرن قبل ما يتحرق يا صافي؟ ابدا، من ساعة ما جم ولاد الناشف دول وقعدوا يهددونا وعملوا مشكلة، انا بيني وبينك الفار لعب في عبي، فقلت أأمن نفسي برضو واعمل احتياطي. طب ليه يا صافي ما قلتليش من الاول؟ ليه تسيبيني مقهور على الفرن لما حسيت ان الدنيا سودت في وشي؟ لا ابدا يا فؤاد، انا بس كنت عاملها لك مفاجأة زي ما قلت لك انت وسناء. هو في حاجة؟ لا ابدا، استنى، بقيت احس ان انت فيكي شيء لله، تعرفي حاجات كتيره قوي قبل ما بتحصل. الحمد لله، ده فضل ورضا من عند ربنا، وعشان المعلم عدوي الله يرحمه كان راجل طيب وابن حلال، ربنا ما قردش ان المكان ده يتقفل وان اسمه يفضل منور على يافطته. مش مصدقك خالص الحته دي. يا جماعه يا شباب، انا عازمكم كلكم على خطوبه اخويا هشام يوم الخميس اللي بعد الجاي ان شاء الله. الله، هو ده؟ عقبالكم كلكم. على فكره خطيبه اخويا تبقى قريبه امينه. ايه ده والله؟ ايه ده، انت ما تعرفش ولا ايه؟ لا والله، دي حته الدين صدفه. هي بصراحه صدفه غريبه قوي. ومين بقى اللي هيغني في الفرح، هيفا ولا شعبوله؟ بقولك ايه يا امينه، ايه رايك لو تكلمينا احمد خالد وتتفقي معاه؟ اكيد لما هيعرف ان العروسه قريبتك هيوافق على طول. ليه اكيد يعني؟ يا بنت تطلعي من دول، ما انت عارفه ان هو مغرم وعلى اخره،
شوفي دي فرصة حلوة انك تعرفيه على باباكي ومامتك، يعني كده خليكي حير كمال. اعرفه على بابايا ومامتي ليه؟ هو جاي يخطبني. ما هي دي فرصة حلوة. شوفي انت عقليها وفكري فيها هتلاقيها تمام التمام، وانا هقول لهشام ان هو اخو واحدة صاحبتك وجاي جملك انت. انا هروح افكر فيها واجيلك بسرعة. قولي يا حبيبي. غزل على السلامه يا كركر يا حبيبتي. حبيبتي يا ما شاء الله. اختي حبيبتي يا ما شاء الله على الحب اللي نزل عليكوا فجاه دلوقتي. بقيت انا الكخه. صدقي يا بنت انك ما تستاهليش خلعه قلبي عليكي لما وقعتي من على التريدميل النهارده. جريه يا بنت. الله، ما انتوا لازم يبقى قلبك على قلب بعض، مش اخوات ولا ايه؟ والله ما انا عارفه، مش عارفه ايه اللي صايبني. اشمعنى انا من دون الناس كلها بناتي ينزلوا من هنا يرجعوا بمصيبه؟ ازاي؟ لا لوم ولا اعتراض يا رب. ما هو كله من اللي ما تسمى اختك، ام 44، ام ويه، ام سحلول، قاعده لبناتي في الصلقه والملط وهم طالعين وهم نازلين، لغايه لما نشيتهم عين جابتهم لي ارض ارض. حرام عليكي، حرام عليكي. هو كل حاجه تلبسيها في اختي؟ طب ذمتكم يا بنات، انا اختي شافتكم انتوا نازلين اهو. شفت جريه كيداهم؟ حرام عليكي. وانت اي حاجه تلبسيها في اختي عملت لك ايه يعني؟ ماما انا مش عايزه اروح الجيم ده تاني. وما تروحيش ليه؟ روح. انت شايفه بكره هتخفي وتبقي زي الفل. ايوه ايوه، هتروحي ازاي وهي كده؟ ايه ده يعني انا هروح الجيم لوحدي يا بابا؟ لوحدك ده ايه يا ماما؟ لا يا حبيبتي، رجلي على رجلكم من هنا ورايح. هروح المحلات الكبيره اشتري لي تريننج واروح اتنطط على المكان اللي هناك، وهتشوفوا بقى امكم هتتنطط على المكان ازاي ولا البهلوان. اه على الاقل اجر دمي. الله يا ماما الله، ده يبقى مشهد لازم يتصور. ماما في الجيم، تخيلي ينفع اسم فيلم. بس يا بنت اتريقي عليا يا ماما. ماما مش كده، ماما انا بتريق عليها. دخلنا السيما اهو. خلاص خلاص، ولا بتريق ولا غيره. خلاص يا بنات، ابوكم جاي معاكم وانا كمان جاي معاك. تيجي مع مين يا حبيبي؟ انت تقعد تراعي اكل عيشك ولا كلنا هنسيب البيت ونشت؟ انت تقعد هنا، مفهوم؟ طبعا. الله الله الله، المرة دي كمية كبيرة قوي يا معلمين. الله يا اخويا، اذا كان على الكمية احنا عايزين قدها 10,000 مرة عشان نعوض الخسائر بتاعت ابو البنات، قصدي المعلم حنفي. نوريها يا معلم، هتقطميني قدام الصبيان. اسمها لسه ما قلتش كلمتي. انت لسه كمان عاوز تكلم وتفتح بوك؟ هتقول ان شاء الله. هقول الفلوس هرجعها، يعني هرجعها. ده في المشمش يا حنفي، عارف المشمش لما بيطلع؟ مشمش جميز. هرجعها، ولا لما اقول هعمل حاجه يبقى لازم اعملها. حنفي خلاص يا معلمين، كله كده بقى تمام. طيب والطيارين تمام يا اخويا؟ تمام يا معلمه. يلا خليهم يخش ياخدوا البضاعه. Thank you.
الو يا شحت، بتقول ايه؟ في ايه يا حمد؟ حصل امتى الكلام ده؟ وايه اللي حصل؟ طيب طيب، اسبق ان انت على الفرن وانا هعصلك على طول. فرن؟ هو في ايه بالظبط؟ مصيبة حطت على دماغنا. مصيبة حطت على دماغنا؟ قلت بمين يا رب؟ عايزك تقول لي يا طماني ايه اللي انت شفته بالظبط؟ والله العظيم اللي حصل يا معلم حنفي، الواد عزام كان ماشي جنب مني كده بالعجلة، بس انا وهو كنا رايحين نخلص مصلحه في حتتين قريبين من بعض، وبعدين ما تخلص الله يحرق، قربنا نبيض وانت بتقول بعدين. ما تقول لي المهم لما جه البوليس عمل ايه؟ كشف السر يا معلمه، الضابط بقى عمال يطلع تذاكر البودره من العيش. يا مسك يا لهوي خرابي كشف وخلص رحنا في ده. لا من حاله اطمن خالص يا معلم حنف، انا بنفسي شايفهم هما بيغطوا وشه قبل ما يرموه يشيلوه في عربيه الاسعاف. الله يرحمه ويفشش الطوبه اللي تحت راسه. طب الواد ده محدش عارف عنوانه ايه؟ الواد ده من بابها معلمه، بس ايام كان يخلص فيها شغله ويجي يبات في المخزن. طب محدش منكم عارف عنوانه؟ انا معلمه عارف عنوانه، انا كذا مره روحت مع البيت. طب الواد ده عايش مع مين؟ مين اهله يعني؟ عايش مع مراته وعياله يا معلمه. بس ملوش ام ولا اب ولا اخوات؟ لا يا معلمه، عزام ده كان مقطوع من شجره، لا ام ولا اب ولا حتى اخوات. لا حول ولا قوه الا بالله. طب مراته وعياله بس هيعيشوا ازاي؟ احنا نوزع التركه دلوقتي؟ احنا في المصيبه اللي حلت في دماغنا نحلها ازاي؟ لا مصيبه ولا حاجه كده، وبيقول لك مات يعني سر الدفن معاه. يا فالح قوي، هو البوليس هيسيبنا؟ هروح يسال مراته ويقول لها كان شغال في انهي فرن، وساعتها هيجونا هنا وياخدونا بربطه المعلم كلابوش. حضرتك تطلع على طوره وانا اتكل على الله على القناطر بربطه المعلم. ايوه بس مراته ما تعرفش هو كان شغال في انهي فرن. لا يا معلم، مراته عارفه كل حاجه. ايه هقولك دلوقتي؟ يبقى لازم نروح لها ونراضيها بقرشين ونفهمها تقول ايه للبوليس. طب افرض بقى دماغها قفشت. اخرس يا مخفي الصوت والصوره انت. بيقول لك ان عندها عيال، يعني عاوزه قرشين عشان تربي عيالها، هتنبر من اولها؟ يبقى لازم نسبق البوليس. ازاي؟ معلش بقى يا ام عمرو، انا عارف الصدمه شديده عليك قد ايه. كتاب الله كتاب الله، انت ما تعرفي انا تاثرت ازاي بموت عزام ده الله يرحمه. عايش يا معلم. بس من النهارده اعتبر ولاد عزام دول ولادي انا، وانا المسؤول عنه. هذا شحته. نعم يا معلم. خد يا ام عمرو ده حاجه بسيطه كده يمشيك اليومين دول، 20,000 جنيه. 20,000 جنيه؟ بس ده كتير قوي يا معلم. هو تقولي كده؟ عزام يستاهل اكتر من كده. عزام ده كان من اعز رجالتي، وده الصبي بتاعي اسمه شحته. لو عوزتي اي حاجه تقولي لي، وهو هيجي لي كل شهر يديك المعلومه. انا مش عارفه اقول لك ايه يا معلم، ان انا كنت هتشرد انا وعيالي بعد عزام الله يرحمه. خلاص بقى خلاص بقى، قطعت اعملها حرام عليك. بس بس ايه ايه بس شحته، شيليها خدمه عندك كده. طبعا جوزك مات في حادثه، واكيد البوليس هيجي ياخد اقوالك. اقوالي؟ اقوالي ليه؟ عشان جوزك مات في حادثه. بس يا مؤاخذه، لما جوزك مات في الحادثه دي كان معاه ممنوعات. ممنوعات؟ ازاي ده يعني؟ ازاي ده يعني؟ هو انا اللي قلت، التحقيق هو اللي قال، اكتشفوا ان جوزك بيتعاطى لا مؤاخذه الممنوعات. بس عزام ما كانش بيدوق السيجار. ايوه انا عارف ان هو كان طيب وابن حلال، بس لما نزل مصر ولاد الايه بقى ضحكوا عليه ودخلوه في الكيف والممنوعات. اذكروا محاسن موتاكم، ربنا يسامحه ربنا يغفر له. المهم لما يجوا يسالوكي بقى هو كان شغال في انهي فرن، قول لهم انا عمري ما نزلت مصر، بس اللي انا فاكراه انه كان شغال في فرن واحد اسمه حسنين، محمدين، عوضين. اقول لك الاسم اللي يجي في ذمتك قوله لهم. وليه كده يا معلم؟ وايه اللي ليه كده؟ ما عشان كده لازم يبقى كده، لان الفرن بتاعي فرن له سمعته، وانا كمان راجل ليا سمعتي واسمي في السوق. وبعدين مهما يحاولوا يقرروكي مفيش، انت مش فاهمه حاجه خالص.
وديكي شايفه المعلم شايلك انت وعيالك. اوعى تقول كده يا شهده. اوعى. انا بعمل كده يا ابني لوجه الله وعشان خاطر العظمتين الطريين دول الغلابه يعيشوا في امان بعد موت ابوه. خلاص يا معلمي خلاص. اديك يا بنتي فهمت اللي فيها، فكري واحنا تحت امر. لا انا هقول اللي انتوا عايزين. لا ما يبقاش اي كلام عشان احنا موجودين، لو مش مقتنع بلاش يا بنتي. لا ما تخافش يا معلم، سرك في بير. ربنا يهديك يا بنتي، ربنا يهديك. شحتة الفتحة العزاب. خلصينا بقى. دول 20,000. يعني لسه بدري. أنا خايفة حنفي. ربنا يستر. المهم إن إحنا لازم نهدي اللعب اليومين دول. عندك حق. لغاية ما ربنا يسهل والجو يهدى والعينين تبعد عننا. بس لما نرجع للشغل تاني، أنا بقول لك أهو كيداهم، لازم نشوف لنا صرفة تانية للبضاعة غير موضوع العيش، لأن ده خلاص كارت واتحرق. كلامك مظبوط. أنا كمان هخلي الواد شحتة وحليمه يروحوا يشيلوا البضاعة من الفرن. يشيلوها؟ وهيحطوها فين؟ يودوها المخزن الجديد. يا كيداهم، ما لقيتيش غير المخزن النحس ده. ما هو لازم يودوه هناك عشان البوليس لما يجي يلاقي الدنيا زي الفل، ما عندناش ولا الهوا. ما هو البوليس لما يفتش المخزن الجديد هيقبض علينا، لان المخزن ده بتاعنا برضه. طب ومال؟ هنقول ان احنا لسه شاريينه وما نعرفش ان في قلبيه اي حاجه، ويبقى ساعتها بقى ضربنا عصفورين بحجر، المخزن وصافيا. عملت ايه يا عسل يا معلمة؟ المخزن جوه بقى زي الصيري بعد غسيله، كله اترحل على المخزن الجديد. ايش الله يفتح عليك. طب اللي اقول لي، عديت الصبح دفعت التأمين بتاع المزاد؟ اه طبعا يا معلمة، دي تفوت حليمه برضه. لكن ما شمشمتش يعني مين من المعلمين التقايل دفع ودخلوا المزاد؟ مفيش حد من المعلمين التقال دفع التأمين، غير يمكن المعلم بدوي الطحان، المعلم سيدة بالخدود كده يعني. وماله؟ دول ناس طيبين ومقدور عليهم. اطمنا يا معلمة، ان شاء الله المزاد هيرسى علينا والمخزن هيبقى بتاعنا بعون الله بإذنك يا رب. رفعت بيه جوه يا ابني؟ موجود يا فندم. يبقى وصلنا بيه على طول. اول ما يوصل صباح الخير يا باشا. اهلا صباح النور. اتفضل. طب مع السلامة. ها ايه الاخبار؟ للاسف يا فندم اخبار مش كويسه. ليه كده؟ مش قادرين نحدد لغايه دلوقتي اذا كان الهورين اللي بيتحط في العيش ده عمل فردي بيقوم بيه الراجل اللي صدمته العربيه، ولا ده تشكيل عصابي بيستغل الفرن لتوزيع الهورين في كل انحاء الجمهوريه. الراجل اللي كان بيشتغل في الفرن ده ما قدرتوش توصله لحد من اهله؟ ما عارفه اي حد يمدينا بمعلومات عنه؟ هو متجوز يا فندم، وانا ما سبتش مراته استجوبتها. قالت لي انها ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده، وانها اصلا عمرها ما نزلت مصر. بس انا يا فندم وانا بستجوبها حسيت ان وراها حاجه. حضرت الضابط، القانون ما فيهوش احساس ولا حسين. يا فندم انا ما اقصدش كده، انا بس بعد ما استجوبت الجيران اللي حواليها حسيت ان كلام الجيران متناقض شويه مع كلامها. طيب عينكوا على الست دي، ما تفارقش عينيكوا ليل ولا نهار، تحطوها تحت المراقبة 24 ساعة. أنا فعلا كنت ناوي أعمل كده يا فندم، بس قلت أخد رأي سعادتك الأول. وما لقيتوش مع الراجل ده أي حاجة توصلنا للفرن اللي كان بيشتغل فيه؟ للأسف يا فندم لا. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنبتدي المزاد على مخزن المعلم وهدان أبو فريخة. الخبير المسمن تم من بداية المزاد بنص مليون جنيه. ها؟ مين يا زايد؟ 600,000. 600,000 جنيه. 600,000 جنيه. 700,000 جنيه. 700,000 جنيه. 750,000. 750,000 جنيه.
850,000 جنيه. 850,000 جنيه المعلمة كيداهم. 900,000 جنيه. 1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه المعلمة كيداهم. 1,250,000 جنيه. 1,250,000. اها الله 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 انت جيتي والله لا 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 ويختصم الله. 1,500,000. 2,000,000 جنيه. 2,500,000. 3,000,000 جنيه. 3,000,000. 3,000,000. مين يزود؟ على اونا على دو على تري. مبروك. مبروك عليكي يا حبيبتي، تعيشي وتاخدي غيرها. سوري. الله يا حنفي، مالك يا حبيبي مبوز ليه؟ ده انا خدت لك بطارك النهارده، خلصت لك على صاحبتك، دخلتها في حيطه زي ما انا قاعده تغني ظلموها على بختها الاسود. يا معلمه سبق وقلت لك سيبي لنا الموضوع ده، ده طاري وانا اللي هاخده. انا مال انا تدخليها في حيطه ولا ما تدخليهاش؟ استفدت انا ايه؟ فلوسي رجعت لي؟ الله، وانت كنت عاوزها تلعب بيها الكوره ولا تلعب بيها الكوره؟ انا لمحتها في قلب المزاد. اصل اللي بيخش مزاد ما بيزودش بالربع مليون ونص مليون. هي شكلها كانت عايزه تشعلي للمزاد من هنا وتخلع من هنا عشان ما تبقاش تعمل فيها نصحه مره تانية يا معلمه. انا مش قادر انسى منظرها لما المزاد رسي عليها، كان عايز طول الارض تشقي وبلعين. هي ما سمعتش عن المثل اللي تيجي تصيده يصيدك؟ بس ربكم الحق، انا عيني هتخرج على المحل ده بصراحه، بس مش مشكله، خيرها في غيرها ان شاء الله. مش كده حنفي؟ يا يوسف حرام عليك، كفايه اللي انا فيه بقى. يا حبيبي افهمني، انا قلت مستحيل هتسيب لي المزاد وتخليني انتصر عليها، عشان كده كنت بزود وانا مطمنه. ما اعرفش ان بنت الابرسه دي هتشيلها لي في الاخر. طب اهدى اهدى عشان خاطري. طب انت عايزني اعمل ايه؟ حاضر حاضر حبيعه حاضر. طب ممكن انت تشوف لي مشتري؟ حشتين. وانت كمان. انت عارفه ان خلاص ما بقتش قادر يعدي عليا يوم من غير ما اشوفك فيه. لا انا كده هحس ان خدتك من فنك ومن معجبينك. يا سلام عليك يا امينه، هي دي بالظبط عقليه الانسانه اللي كان نفسي ارتبط بيها من زمان، تكون فاهمه طبيعه شغلي ومقدراه. الا في حاله واحده. ايه هي؟ ان المعجبين اللي معجبين بيك ما يبقوش معجبين بفنك ويكونوا معجبين بحاجات تانية يعني، ونيتهم مش كويسه من ناحيتك. لا يا ستي، من ناحيه دي اطمني خالص، انا بعرف اوقف اي واحده عند حدها بطريقه ظريفه يعني. ايوه كده. بص بقى، انا خطوبه بنت عمتي الخميس اللي جاي. والله الف مبروك. الله يبارك فيك. هما كانوا عايزينك تيجي تغني في الفرح، وكانوا عايزين يتفقوا معاك في حاجات انا مش بعرف اتكلم فيها. بقى ده اسمه كلام يا امينه؟ اي حد من طرفك انا مستعد اغني له للصبح كمان هديه من عندي. احمد انت كده بتحرجني. هو احنا في فرق بيننا ولا ايه؟ قولي لي انت بس، هما يعملوا مكان الخطوبه فين؟ وليكي عليا يا ست اعمل لهم حته شوق ما حصلش عشان خاطرك. طيب يا سيدي ميرسي، ويعني تبقى فرصه تتعرف بماما وبابا واخواتي. فعلا دي هتبقى فرصه هايله جدا، عشان يعني لما اجي اتقدم لك وكده يبقوا خلاص عرفوني. حنفي، صحيح الكلام اللي سمعته ده؟ كلام ايه اللي سمعتيه؟ خيرك ايه ده؟ انت صح هتعمل خطوبه بنت اختك في الكند خمس نجوم؟ الله جراك ايداهم، ده انت بقيت تعرفي تقولي خمس نجوم اهو. خمسه ولا سته ما تغيرش الموضوع. امال ايه؟ عايز المعلم حنفي البرنس يعمل فرح بنت اخته فيه؟ دري يا راجل، انت مش مكفيك الخسائر اللي خسرتها والضحك عليك فيها؟ انت ايه، ما بتحبش بناتك؟ انا ما حدش بيحب بناتي قدي، انما معلم حنفي البرنس لما يعمل حاجه يبقى تليق بمقامه، وبعدين البنت دي بنت اختي يعني ملزومه مني. ملزومه منك اه، لكن لما تعمل لها خطوبه ما تعملهاش خطوبه كبيره زي دي. انت ايه،
لاقي فلوسك؟ اللي عمله كيداهم لازم يليق بمقام المعلم حنفي البرنس. طب ايه قولك بقى يا معلم؟ ان لا انا ولا بناتك هنروح الفرح ده. لا 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 لا، كلمي عن نفسك، انما البنات هيجوا معايا. تحب انت شخصيا ما طلعكش بره عتبه البيت؟ يوه، بقولك يا كيداه، خليك انت ما تجيش معانا، انا هروح انا والبنات. خلي اهل العريس بقى يتنقوزوا ويتريقوا عليكي ويقول انك منكاده عشان العريس طلب ايد حنان، ما طلبش حد من بناتك. فيها كيداه. ايوه، اي خدمه؟ الانسه تسنيم رؤوف شريف، ساكنه هنا؟ ايوه. طب هي موجوده لو سمحت؟ مدام، واحد بيسال على الانسه. ايوه، اي خدمه؟ ابدا يا فندم، كنت عايزه اسلمها الاستيتمنت بتاع كارت الائتمان بتاعها. طب انا مامتها ممكن تسيبهولي؟ معلش يا فندم، لازم تستلمه هي بنفسها، هي مسافره اسكندريه كام يوم، فبدل ما تروح وتيجي حضرتك انا امطيلك بدل. اوكي يا فندم، اتفضلي. ممكن تمديلي هنا باسمها لو سمحتي؟ ميرسي ليك يا فندم. يا نهار اسود، كل دي مصاريف في شهر واحد؟ الف مبروك يا حنان، شكلك زي القمر. الله يبارك فيك يا صافية. متشكرين قوي يا صافية، تعبناكي معانا. ما تقوليش كده يا ست روحية، ده انتوا جمايلكم غرقاني من ساس الراس. نتعب لك يوم فرحك يا صافيه ان شاء الله. يا رب. ايوه كده، قولي لها والنبي يا ست حنان، حكيم هي مكبره دماغها من الموضوع ده خالص. لا والله ابدا، بس انا ابن الحلال اللي حافظ عليا ويصون. هتلاقي يا اختي عريس زي القمر زي، وحيصونك ان شاء الله، ده انت قمر 14. ربنا يخليك يا ست روحي. استني يا حنان، ما ظبطتلكيش التاج. قولي لي يا كراميلا، اخواتك يا اختي ما جوش معاكي ليه؟ المهم تلاقيهم بيلبسوا عمته ونازلين على طول، ما تقلقيش. طب والبرنسيسة والدتك ناويه تيجي ولا مش عايزه تحضر الخطوبه؟ هخلص الطبق ده واسالها على طول. ايه ده كيداهو، انت جايه معايا؟ طبعا يا حبيبي، امال ايه؟ عاوزوا بيقولوا عليا ايه؟ ان انا كدت انا واولادي وقعدنا في البيت نغني ظلموه، لازم نروح يا حبيبي. بقولنا كده قلت اطلعوا من البلد. اهو انت كده ما باخدش منك غير كلام. مقبوله منك. المهم البنات لبسوا؟ طبعا سايباهم بيلبسوا، وانا كمان عايز اكمل لبس، لسه هحط الروج وافك شعري. روجي وشعري، ايه الجمال ده يا راجل؟ ما شاء الله ولا قوه الا بالله. عسل يا قمر انت. صدقي انت كده هتاكلي الجو من العروسه. احنا كده هنتاخر، انت بتاكل بعقل حلاوه؟ حد يقدر ياكل بعقل المعلمه كيدها وحلاوه؟ ده انت الحلاوه نفسها. طنط يا طنط، تعالي يا طنط شوفي كده الفستان ده وقولي لي ايه رايك. حلو. اصل انا بابا نزل معايا امبارح واشتراهولي. والله طب كويس. هو هشام جهز ولا لسه؟ ما اعرفش، ما طلعش فيه. طيب حاضر، ربنا يصبرني. هو في حاجة يا طنط؟ هيكون في ايه يعني؟ معرفش، انا شايفاكي متنرفزة شوية. ليه، هو في حاجة تنرفز؟ اهلا اهلا بالقمر ام العريس. دي ما بقتش عيشة. ايه بس يا قمر، ايه اللي حصل بس؟ لما تسيبني حضرتك انزل اجيب فستان على حسابي لخطوبه ابني النهارده، واكتشف ان حضرتك جايب للهانم فستان بالشيء الفلاني ده، تسميه ايه؟ كرئات سهام، تكونش التسنيم دي ضرتك وانا مش واخد بالي ولا حاجه؟ لا يا اخويا مش ضرتي، بس بنت ضرتي اللي انت اتجوزتها عليا في يوم من الايام، وانا بهبلي وعبطي وافقت وعشت معاك. تاني الموشح ده تاني يا سهام، مش هنخلص منه، حرام عليك بقى. انا اللي حرام عليا برضو؟ اوه يا سهام، البنت طول عمرها محرومة مني، أظن من حقها إن أنا أعوضها. تعوضها؟ تعوض على حسابي أنا وابني؟ ليه يا أخي، عملنا لك إيه؟ أنت اللي غلطت في حقنا يوم رحت اتجوزت واحدة تانية. لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا قصرت في حقك أنت أو هشام في أي حاجة؟ ولما تبعزق فلوسنا يمين وشمال على المحروسة، ده اسمه إيه؟ يا ستي أبعزق إيه بس؟ يا بنت بقالها قد إيه في مصر؟ أنا مش طول عمري بصرف عليك أنت وهشام
عمري قصرت معاكوا في حاجه؟ ده واجبك يا حبيبي، انت مش بتتجب علينا. خلاص خلاص خلاص، واجبي اهو، مش هنطق ولا كلمه، بس عشان خاطري وحياه القمر وحياه الجمال ده اللي لادي بلاش، عاوزين نعدي الليله ده على خير. ها ابوس ايدك. خلاص روح شوف هشام وانا هحصلك. طيب اعتبر ده وعد انك هتحصليني. اوكي. الله، امال فين حليم؟ لا حليم تعب شويه روح معلم. ليه مش هروح معانا الفرح؟ لا معلم يعني انا ما اشرفش ولا ايه؟ لا انت تشرف مديريه بحالك. اركب يا ماك في سلامته. الف سلام. اتفضل يا ست الكل. يسلم يا حبيبي. يا خراب الدين. ها يلا ايه؟